ما حكم الزواج بنية الطلاق للضرورة لمن يدرس في الخارج ويخشى الفتن؟ هذه متعة معنوية، فيتزوج زواج رغبة، إن صلحت له استمر معها، وإن لم تصلح له طلقها، فلا يحتاج إلى زواج بنية الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ثم هذا أيضا فيه خديعة للمرأة على أنك تزوجتها زواج مداومة وأنت تنوي أنه زواج مؤقت، هذا خديعة. نعم.